يا جماعة، عايز أعيد الحتة دي تاني عشان في تفصيلة ما كنتش موضحها. اللي بيحصل الآتي، اللي بيحصل إن إحنا عندنا ده بيبقى الكالسيوم مثلا، أظن البنفسجي ده الكالسيوم. الكالسيوم ماسك في التروبونين، والتروبونين بيمسك في التروبومايسين، فلما الكالسيوم بيبقى ماسك فيهم بيعري الحتة دي اللي المفروض المايوسين هيد ده، المايوسين ودي الراس بتاعته اللي عايز تمسك هنا، المايوسين هيد عايز تمسك هنا. طيب المايوسين هيد مش هتعرف تمسك هنا غير لما تبقى ماسكه في اي تي بي، بس مش بمنظرها ده. حتى تعمل ايه؟ لازم يحصل لها يعني ايه تحفيز. فده بيحصل ازاي؟ الاي تي بيز بيبقى مكسر الاي تي بي، دي اي دي بي وبي. يبقى في الحاله دي بتتشد لورا كده، عامله زي النبله، عامله زي المنجنيق، هوبا اتشدت لورا. في الحاله دي بقى الانرجي هي يعني ده لما اتكسر ادى انرجي، الاي دي بي والبي لما اتفصلوا من الاي تي بي، الاي تي بي لما اتفصل ادى اي دي بي وبي، ادى انرجي فاتسقت اتخزنت في البتاعه دي كده. فالبتاعه دي تقوم هوبا نطه كده بقوتها بعزمها كله، تقوم ماسكه هنا عامله كروس بريدج بالمنظر ده كده، وتقوم زقه ده لقدام فتعمل الستروك. طيب وهي بتنط عشان تعمل الكروس بريدج بيفك منها واحده من البيز اللي هي الفوسفيت، وبعد كده وهي بعزمها قامت زقه ده لقدام بيقوم فاكك منها الاي دي بي. طيب دي عايزه بقى تفك وترجع تاني لوضعها الطبيعي عشان تعيد الحدوته، محتاجه اي تي بي، فالاي تي بي قوم جاي ماسك هنا كده فيعرف يفكها من هنا. طيب بعد كده عايزه تمسك تاني عشان تعمل ستروك تاني، لازم حاجه يعني لازم تتشد لورا. فبنعمل ايه؟ بنقوم شادين ده لورا يعني عن طريق ان احنا محتاج انرجي، نخزن انرجي زي الزمبلك كده، بنخزن فيه انرجي. هنجيبها منين؟ هنجيبها من كسر الاي تي بي لاي دي بي وبي. وبعد كده هوب تقوم نطه ماسكه هنا، وهي بتنط تمسك هنا الفوسفيت يقع منها، وبعد كده بكل عزمها تقوم زقه ده لقدام. يعني هي كانك بتمسك حاجه كده هوب بتخبط ايديك بسرعه، وبعد كده اول لما تلمس فيها تقوم زايقها، هتقوم زايقها لقدام، تقوم زقها لقدام وهكذا، والسايكل تستمر.